يعطيكم العافية، معكم إبراهيم عبد الله. بدنا نبدأ بموضوع الشير سترينث. محاضرة واحدة هتكون عن موضوع الشير سترينث في موضوع الستيل بيمز، ستيل ستراكشرز. هسا في شغلات، يعني بس نصمم المومنت، سوري، بس نصمم البيم على المومنت سترينث أو نعملها أناليسز، يعني بغض النظر، في شغلات لازم نشيك عليها، ألا وهي الشير والديفليكشن. تمام، بهاي المحاضرة ناخذ الشير. تمام، فلنفرض امامنا اي سيكشن عليه شير ستريس. طبعا زي ما في عندي مومنت بندنج ستريس كان عباره عن كومبريشن وتنشن ستريس مثل ما شرحنا باول محاضرات بالموضوع البيمز، في عندنا شير ستريس. هذا الشير ستريس بيكون على الاي سيكشن بهذا الشكل. لاحظ معي انه بالستريس الموازي للفلنجات جدا قليل، بينما الستريس اللي بيقاومه الويب، يعني تقريبا 99% من الشير ستريس الويب هو اللي بيقاومه. علشان هيك الويب هو الاليمنت المهم بمقاومة الشير، فالشير سترينث بالنسبة للبيم حتكون تعتمد على الويب. تمام، فهلأ احنا لما نشيك الشير سترينث للبيم حتلاقينا بنهمل الفلنجات وبنعتمد على الويب. تمام، علشان هيك لازم يعني نحرص انه الويب يكون قوي، تمام، ما يكون سلندر لحتى يصير له باكلينج من الشير ستريسز. طيب شو المعادله اللي بدنا نشيك عليها الشير سترينث؟ اللي هي الفي التيميت، اللي هي الشير اللي جاي من الاحمال. تمام، يعني مثلا لو عندي يونيفورم لودينج على البيم بهذا الشكل، تمام، هاي W Ultimate. ليش Ultimate؟ لأنها بالـ RFD بتكون Factored. تمام، بيكون عندي الـ V Ultimate اللي هي Ultimate Shear عبارة عن W Ultimate ضرب L اللي هو طول البيم، W Ultimate ضرب L تقسيم 2. تمام، وفي عنا إذا إجا عنا أكثر من حالة تحميل او في كيسز تحميل مش مكررة، يعني مش حافظين معادلتها، او مثلا ممكن تكون بتاخد وقت لحتى تحسبوا الشير فيها الماكسيمم شير، ممكن ترجع لل AISC كود. تمام، تابل 3 23، وفي يعني different load cases مع معادلات الماكسيمم مومنت والماكسيمم شير والديفليكشن كمان. هاد تابل برضو لما نيجي للديفليكشن حنرجع لنفس التابل. هذا التابل يعني من اهم التابلز اللي لازم يعني تكون انت معلمهم معك بالهذا، حاطط ستيكر على الكود لحتى يعني اي وقت تحتاجه تروح تفتح عليه مباشره. تمام، هاي في التيميت مش في نومينال. الفي التيميت هي الشير اللي جاي من الاحمال اللي على البيم. تمام، الفي نومينال اللي هي النومينال سترينث للبيم. تمام، هي السترينث بالشير. تمام، طيب الفي التيميت لازم تكون اقل او يساوي من فاي في. طبعا قيمه الفاي تعتمد، هسه بدي احط لك جميع الكيسز قدامك، نسوي خريطه لتشيك الشير. طبعا خريطه جدا بسيطه، مش زي خريطه المومنت سترينث، لا، نسوي خريطه بسيطه لتشيك الشير، تعملها سكرين شوت من على الفيديو او تنسخها على مكان ثاني تفوتها معك على الامتحان. تمام، طب الفي نومينال شو هي؟ الفي نومينال اللي هي الشير سترينث. تمام، طبعا لما نقارنها بالشير بالالتيميت شير بدها تكون عباره عن ديزاين شير سترينث. عشان تكون ديزاين شير سترينث نضربها بالفاي. الفاي للفي قيمها مختلفه، ممكن 1 ممكن 0.9. بنشوف في عندنا 2 كيسز، اوكي، في عندنا 2 كيسز راح احط لك اياهم يعني بالتفصيل، حيكونوا جدا واضحات. بس هسه تبع معي، الفي نومينال اللي هي الشير سترينث، نومينال شير سترينث، شو معادلتها؟ معادلتها 0.6 ضرب الاف ييلد ضرب الاي دبليو ضرب السي في. الييلد ستريس اف ييلد اللي هي الييلد ستريس، تمام، كلنا بنعرفها. اذا مثلا عندك A992 معناته الييلد ستريس عندنا قديش؟ 50 KSI. تمام، الاي دبليو هي اريا اوف ويب، اوكي، اريا اوف ويب. طبعا شو الاريا تبعت الويب؟ الويب عباره عن ديبث، تمام، صح،
عبارة عن depth وعبارة عن ايش؟ عن thickness. شو الاريا تبعته؟ ال depth تبع الويب ضرب ال thickness للويب بهالبساطة. اوكي طيب السي في تعتمد على نوع السكشن اللي عندنا وتعتمد على قيمة اتش على تي دبليو اللي هو depth الويب تقسيم thickness of web. تمام، لازم يكون اذا في عندي limits اذا اقل من كذا كذا، اذا زي كيف الكومباكتنس ليميت اللامدا والكذا، يعني شيء مشابه. هسه بدنا يعني نلخصه كامل. تمام، بدي احط لك المعادلات قدامك. هسه خلينا اجيب لك المعادلات من الكتاب. طبعا السي في هو الفاكتور اللي بيمثل لي، حتى بس نفهم شو هو عباره عن ايش. السي في هو الفاكتور اللي بيمثل لي الويب باكلينج شو نوعه. تمام، هلا احنا حكينا انه الشير سترينث تبعت البيم عباره يعني المين اليمنت فيها 99% من الشير سترينث من الويب. تمام، هلا الويب باكلينج اللي بيصير حيكون ليميت الباكلينج اللي بيصير بسبب الشير. في عندي ان الاستيك باكلينج والاستيك باكلينج، فاكرين اللاترال تورشنال باكلينج؟ نفس المبدا تقريبا، لكن حيكون في عندنا السي في هو اللي بيحدد ان الاستيك باكلينج ولا الاستيك باكلينج حسب الليمتس اللي حكيت لك عنهم. تمام، خليكم معي. تمام، عندنا تو كيسز. تمام، بس عشان اريحك، الكيس 1 هاي يعني هي الكيس البسيطه، 95 يعني ل 99% من الكيسز حتكون عباره عن كيس 1. تمام، هي فور هوت رولد اي شيبس ويذ الاتش على تي دبليو يكون اقل او يساوي هاي النسبه. تمام، في حاله تحقق عندي الشرط وعندي هوت رولد اي شيبس من الاي اي اس سي كود، حيكون في عندي السي في قيمته 1 والفاي في تساوي 1. تمام، الفاي هي ال ار اف دي فاكتور، الاوميجا هاي هي فاكتور ال ASD. طبعا ال ASD هي الطريقة الأقدم يعني الديزاين فيلسوفي الأقدم، حاليا كل بتوجه لل RFD. تمام، وانت يعني المطلوب منك يعني تتعلم ال RFD. هو نفس المبدأ يعني، بس الفاكتورز وتطبيق الفاكتورز بس هيك في اختلاف بسيط يعني. تمام، وهي للهوت رولد اي شيبس. تمام، بتشيك هذا الشرط واذا تحقق السي في والفاي تساوي 1، معناته النومينال سترينث حتكون 0.6 ضرب اليلد ستريس ضرب الاي دبليو ضرب 1، يعني وكانها السي في مش موجوده. طيب كيس 2، كيس 2 فور اول اذر دبلي اند سينجل سيمتريكال شيبس. تمام، يعني لكل الدبلي سيمتريكال شيبس ما عدا الاي شيبس، ما عدا الدبليو شيبس. تمام، ال 5 في لإلها حتكون 0.9. تمام، اما السي في بتنحسب حساب. طيب السي في كيف تنحسب؟ بيحكي لك بتطلع الاتش على تي دبليو، الاتش على تي دبليو بتطلعها. تمام، طبعا من وين بتجيبها؟ من البروبرتيز تيبل من الكتاب، بتجيب الاتش وبتجيب ثيكنس الويب للمقطع اللي انت بتشيك عليه. تمام، اذا كانت اقل من 1.1 حيكون في عندنا نو ويب انستابيليتي، ما حيصير عندي باكلينج بالشير بالويب اللي عندي، فبالتالي السي في تساوي 1. اما لو كانت بين هاي القيمه وهاي القيمه حيكون في عندي ان الاستيك ويب باكلينج، تماما نفس مبدا اللاترال تورشنال باكلينج. تمام، ذاكرينه. طيب لو كان اكبر من هاي القيمه 1.37 حيكون عندي الاستيك ويب باكلينج. شو يعني الاستيك ويب باكلينج؟ يعني حيصير عندي الاستيك ويب باكلينج قبل ما يصير ييلد بالهد، بيكون الويب تو سلندر بهاي الحاله، ويب از تو سلندر. تمام، طبعا انت مطلوب منك بس تطلع هالاتش على تي دبليو وتقارن لي اياها يعني مع القيم هاي وتطبق معادله السي في. تمام، اذا اول شيء بتطلع 1.1 ضرب الكي في ضرب اي تقسيم الاف ييلد، اذا طلعت يعني هاد بتحط سي في تساوي 1 وانتهينا، والفاي في تساوي 0.9. تمام، طبعا كي في تساوي 5. اوكي تمام، خلينا ناخذ مثال سريع على الشير سترينث لانه يعني بامثله الديزاين
بس نصمم البيم بنحتاج حكينا نشيك على الشير والديفليكشن. راح اشيك الشير بشكل سريع، بس خلينا يعني ناخذ مثال سريع على الشير سترينث حتى يعني نكون يعني اتمكننا من موضوع الشير. خليكم معي. طبعا بشكل سريع حبيت بس افرجيكم قديش الموضوع مشابه لللاترال تورشنال باكلينج. اذا انتم متذكرين اللاترال تورشنال باكلينج كان نفس الكيرف هذا بالضبط، كان في عندي هيك قيم بالاكس اكسس هي عباره عن اتش على تي دبليو، وهون انه من السترينج. هاي المنطقه اللي اقل من 1.1 تمام، هاي نو انستابيليتي، يعني الويب اموره تمام، تمام ويب از اوكي، ما بيأثر لي على الشير سترينث. هاي المنطقة اللي بين ال 1.1 وال 1.37 هاي فيها ان الاستيك ويب باكلينج، تمام، يعني ها بلش الويب يصير فيه يعني تزيد نسبة السلندرنس بالويب. طيب اما القيم لا ال H على تي دبليو فوق 1.37 هاي حيكون عندي إلاستيك باكلينج، حيكون عندي الويب تو سلندر، حيصير يعني يصير عندي الشير سترينث جدا ضعيف بسبب انه الويب سلندر. تمام، ولاحظ انه عندي الفيجر نفس الفيجر تبع اللاترال تورشنال باكلينج. اللاترال تورشنال باكلينج كان عندي على الاكس اكسس ال LB اذا متذكر الانبريس لينث، تمام بهالبساطة يعني، بس حبيت يعني أفرجيكم كيف الفيجر. خلينا ناخذ مثال. تمام، هذا الإجزام بالرقم 3 اللي حليناه على المومنت سترينث بالبيمز. تمام، مطلوب مني أشيك شير سترينث، يعني تشيك شير سترينث. أوكي، خلينا نحسب أول إشي الـ V Ultimate اللي هي الـ Ultimate Shear اللي المفروض الديزاين شير سترينث تكون اكبر منها. تمام، احنا حسبنا الدبليو التيميت لما حلينا اكزامبل 3، بس خلينا نحسبها مره ثانيه معلش. دبليو التيميت تساوي 1.2 ضرب 0.4 كيبس، نحولها لكيبس مباشره بدل ما هي بالباوند. كل 1000 باوند يساوي 1 كيبس، يعني 400 باوند يعني 0.4 كيبس، زائد 1.6 اللايف لود حيكون 1000 باوند يعني 1 كيبس. قديش يساوي 1.2 ضرب 0.4 زائد 1.6 ضرب 1 2.08 كيبس بير فوت. تمام، طيب الالتيميت شير شو يساوي؟ يساوي دبليو التيميت ضرب ال اللي هو طول البيم تقسيم 2. الدبليو التيميت اللي هو 2.08 كيبس على فوت ضرب قديش طول البيم؟ 45 فيت، 45 فيت تقسيم 2، فيت مع فيت بتروح، بيضل عندي الالتيميت شير 46، الالتيميت شير 46.8 كيبس. هاي هي الالتيميت شير اللي لازم الديزاين شير سترينث تبعتي تكون اكبر من الالتيميت شير. اذا تحقق عندي هذا الشرط معناته الشير سترينث فور ذس بيم فور ذس سيكشن از اوكي. تمام، هلا انا بدي احسب الديزاين سترينث. شو حكينا معادله النومينال شير سترينث، او خلينا نحط جنبها الفاي. تمام، شو معادلتها؟ فاي في ضرب 0.6 ضرب الاف ييلد ضرب اي دبليو اللي هي اريا اوف ويب ضرب السي في. طيب نرجع للخريطه اللي حطيناها قبل شوي. كيس 1 حكينا اذا الاتش على تي دبليو كانت اقل او يساوي 2.24 ضرب جذر الالاستيك مودولوس تقسيم اليلد ستريس، معناته حيكون عندنا السي في يساوي 1 والفاي في يساوي 1. تمام،
إذا أثبتت إنه هذا الشرط صح، معناته بقدر أحط السي في تساوي واحد والفاي في تساوي واحد وأوجد الديزاين شير سترينث. تمام. طيب الاتش على تي دبليو كيف أحسبها؟ صراحة يعني شوف، ما بلزمك لا تحسبها ولا إشي. شايف الاتش على تي دبليو؟ هذا البراميتر نفس ما هو حتلاقيه كاتب لك إياه بالكود، هيك حاطط لك إياه بالكود. كيف؟ بتروح على الـ AISC كود. تمام؟ هاي احنا عندنا الصفحة الأولى 14 ضرب 90، احنا المقطع تبعنا 14 ضرب 90 صح؟ تمام، هذا اللي حلينا عليه بـ Example 3. طب بتروح للصفحة الثانية، بتروح على المقطع هاد 90، حتلاقي الـ Compact Section Criteria H على TW حاطط لك إياها عمود بالكود، فما في داعي لا تروح تحسب الـ H ولا تاخذ ثيكنس الويب وتصير تقسم، لا الاتش على تي دبليو بتاخذها جاهزه 14 ضرب 90، الاتش على تي دبليو 25.9 تاخذها جاهزه زي ما هي. طيب الاتش على تي دبليو تساوي قديش حكينا؟ 25.9. طب نشيك هذا ال 2.24 ضرب جذر الاي تقسيم اف يلد. طيب وتساوي 2.24 جذر الاي شو قديش؟ 29000 كي اس اي تقسيم اليلد ستريس فيلد 50 كي اس اي. 50 كي اس اي بالكالكوليتر 29000 تقسيم 50 بيطلع لنا 53.946. طيب هل ال H على TW اللي هي 25.9 أقل من ال 53.946؟ هي 25.9 أقل من 53.946، معناته أوكي، معناته ال CV يساوي 1 وال 5V تساوي 1. تمام، معناته ال Design Shear Strength تساوي ال 5V هاي تساوي 1 ضرب ال 0.6 هاي كونستانت بالمعادله ضرب اليلد ستريس 50 كي اس اي كبس على انش سكوير ضرب الاي دبليو. الاي دبليو هي عباره عن ديبث الويب ضرب ثيكنس الويب. تمام، الاريا دبليو هاي عباره عن ديبث ضرب ثيكنس الدبليو. طب من وين نجيب هاي البروبرتيز؟ بتروح على الكود، هي 14 ب 90. تمام، الدبث لإله هي الدبث، هي ال 14 ب 90 دبث لإله 14 انش، طبعا انش تنتبه للوحده. الثيكنس للويب 14 لا 0.44. اذا الاريا هاي شو قيمتها؟ 0.44 ضرب 14. طيب ضرب السي في 1، ليش؟ لانه احنا من خلال هذا الشرط تاكدنا انه السي في تساوي 1 والفاي في تساوي 1. طيب تحسبها بالكالكوليتر، طبعا هاي ديزاين شير سترينث لانه خلص اضفنا لها الفاي في. تحسبها 0.6 ضرب 50 ضرب 0.44 ضرب 14 بيطلع عندي 184.8 KSI، او سوري لا كبس. تمام، لانه هاي وحدتها صارت انش سكوير، الانش سكوير راحت مع الانش سكوير 184.8. هاي الديزاين شير سترينث. طيب هاي الديزاين شير سترينث وهاي الالتيميت شير، هل تحقق عندي الشرط؟ هل ال V Ultimate أقل من Design Shear Strength؟ نعم، هاي 184.8 وهاي 46.8 حسبنا. إذا أوكي، إذا Beam is satisfactory for Shear Strength. تشيك الشير سترينث للبيمز بهالبساطة. راح نخلص السؤال ونخلص الاناليسز ونخلص الديزاين ايا كان السؤال، بعدين نشيك على الشير والديفليكشن. حيكون شيك يعني جدا سريع،
تكون بس هيك يعني تقريبا تقريبا يعني 95% من الحالات الشير سترينث بيكون يعني التشيك تبعه ساتيسفايد يعني المفروض. ليش؟ لانه شوف هلا بالبيمز، البيمز اللي بيكون مثلا بتكون يعني نوعا ما لونج، حيكون الاشي الكنترولينج بالديزاين تبعها هي المومنت، تمام؟ هيركز بتفيدك كمان لحياتك المهنية بالتصميم ان شاء الله يعني اذا صرت مصمم. وهذا البيم اللونج المومنت هي الكنترولينج. اما البيمز الشورت، لو كان عندي بيم الطول تبعه قليل يعني متر مترين، هاد اغلب الاغلب يكون الكنترولينج الشير، تمام؟ لكن بما انه مثلا عندنا طول البيم 45 فيت، يعني تقريبا لو تقسمها على 3 بيطلع عندنا اكثر من 10 متر، اذا يعني شبه يعني حنكون شبه متيقنين انه المومنت هو اللي حيكون كنترولينج، لانه كل ما زاد عندك طول البيم كل ما زادت عندك المومنت بشكل اكبر. لانه انت لما تحسب المومنت تحسبها دبليو ال سكوير تقسيم 8، ال سكوير في سكوير فوق ال ال، بينما الشير تحسبها دبليو ال ضرب تقسيم 2، تمام؟ اتمنى تكون يعني وصلت الفكره، اتمنى تكون استفدتم من الفيديو. لا تنسوا تعملوا اعجاب للفيديو ليوصل الفيديو لشريحة أكبر من الطلاب واللي مهتمين بمجال الهندسة المدنية، وأتمنى يعني تعملوا اشتراك للقناة وتشاركوا سلسلة الفيديوهات هاي مع أصدقائكم وزملائكم ودفعتكم بالهندسة المدنية. كان معكم إبراهيم عبد الله، ويعطيكم ألف عافية. أشوفكم بالفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.